الشخص اللي بيدير نادي كله لا لا خالص حسب الرايق النهارده بالزبط. ولا فهي حضرتك لو انت عايز تعمل كده لا تاخد وقت اكتر من سديد الديون. يعني يمكن تسدد ديون قبل ما تظبط الامور اداريا خلاص، معناه يعني عمليه ما ينفعش، لازم الاثنين مع بعض، لان ما هو الماليه دي تتعدل لما الشغل القصه الاداريه تتعدل. ايوه. فالحقيقه يعني اقول لك مثال صغير، حضرتك النادي 2013 انا اشتغلت مع الدكتور كمال درويش القامه محترم اللي انا شخصيا بعتبره ابويا الروحي طبعا. الراجل يعني المجلس ده احنا استلمنا النادي برضو كمديون من المجلس اللي قبليه، وكمديون بمبلغ برضو مش صغير. لكن كان في مشكله ان انت النهارده كنت حوالي 900 موظف في النادي، غير طبعا مدربين والاداريين. 900 موظف ساعتها في 2013. وكنا بنعتبر ده كتير، يعني كنا نقول دي مشكله. 900 دولت احنا اشتغل ب 300 400 او بنص العدد، النص دوت ليه يعني فاهم. طيب النهارده كام؟ 2000 موظف. بعيدا عن المدربين وال بالظبط، يعني حضرتك عليت الضعف. 1900 عشان بس ابقى دقيق، 1900 وكسر خلاص. زدت الضعف 6 سنين. يعني فدي طبعا نسبه عاليه جدا، فدي عامل لك مشكله اداريه جامده جدا طبعا. خلاص ناس يا اما بتشتغلش، يا اما عدم كفاءه، يا مجاملات. مجاملات دي عشان ممكن عشان انتخابات، ممكن عشان، ومش لازم تكون انتخابات في النادي، ممكن انتخابات بره النادي. خلاص. فالعشوائيه دي عامله مشكله في النادي. انا بندفع يعني لو هنترجمها ماديا، انا بدفع لي مثلا كل شهر 5-6 مليون جنيه لموظفين انا مش مقتنع بيهم. موظفين شغالين مش هتعمل حاجه، بس ما في ناس ما لهاش شغل، يا ما لهاش شغل يا كفاءه ما فيش. فانت النهارده تعملها ازاي؟ تفضل ترفضهم ما تقدرش ترفضهم. 5-6 مليون لا ضايعين. لا المرتبات اكتر من كده، انا بتكلم من كده. منهم 4-5 مليون انا ممكن اوفرهم في الهوا، ممكن اوفرهم. ادفع مقدم لعيب، ايوه، اطور النادي اكتر ما هو موجود بالظبط. مشاكل في النادي احلها للاعضاء العاملين، اعمل رحلات، ادعم العضو العامل.